خير والبركة، حيث انطلق في هذه اللحظات شوطنا الرابع وبداية الجولة الأولى لهذا المسار. وفي هذا الانطلاق وبداية أشواط الإنتاج عبر جائزة زايد الكبرى المنطلقة هنا في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، يسرني أرحب بجميع الحاضرين هنا لهذه الانطلاقات والتحديات المثيرة. نلتقي في سن الإذاعة وسن الإمتاع وبداية أشواط الإنتاج. هناك ينطلق هذا الشوط الذي يحمل لنا الإثارة، انطلق بآمال كبيرة وتحديات مثيرة مباشرة إلى الصدارة في هذه اللحظات وفي هذا المسار. هذا هو شاهين حميد بن سعيد المنصوري يقدم لنا شاهين على صدارة هذا الشوط، النقلة إلى المركز الثاني، الوصول والتقدم من ناصي مبخوت بن محمد بن لوتي العامري اللي احتل المركز الثاني في هذه اللحظات. نقلتنا الى المركز الثالث، وصول وتقدم من ارسال جابر بن حسين بن مسعود الاحبابي يقدم لنا هذا الاسم اللي احتل المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع القادم هنا في هذا الانطلاق، هذا هو من صف عبد الواحد بالخزع بالعث العامري، هنا اخذ المركز الرابع. النقله الى المركز الخامس، النقله مع ملهم محمد بن سعيد بن محمد النعيمي. والمركز السادس، وصول وتقدم هنا من شعار سهيل بن سعيد بن ذويب العامري. والمركز السابع هنا في هذه اللحظات القادم في هذا المسار الجميل من هجام راشد بن بخيت بن علي بن مقارح، بينما المركز التاسع وصول وتقدم في هذه اللحظات. الله، هناك ايضا مطرب مسلم بن سالم برميله العامري، بينما المركز العاشر في هذه اللحظات الفارس وشعارك يا بن حلوه، شعار بن حلوه يتقدم هنا مع الفارس محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه. هكذا نتيجتنا للعشر المراكز الاولى المتقدمه بشعارات مختلفه، المتقدمه بسلالات تدفعها على مقدمه هذا الشوط. وعلى المركز الاول باحث عن الانتصار، باحث عن تسجيل نقطة مميزة هنا، هناك ايضا في جائزة زايد الكبرى، هذه ايضا الجائزة وهذا المهرجان الغالي على قلوب الكل، الغالي على قلوب الكل في عاصمة الميادين وخاصة في اشواط الانتاج والمنتجين. اعود الى مقدمة هذا الشوط مع المركز الاول على صدارة هذا الشوط مع الصدارة والمقدمة، هذا هو شاهين مبارك بن محمد بن مبارك العفاري يقدم لنا شاهين على الصدارة ويقدم لنا انتاج على المقدمة. المركز الثاني هذا هو ملهم، وصل ملهم، تقدم ملهم، حاضرا ملهم على مستوى المركز الثاني محمد بن سعيد بن محمد النعيمي، بينما المركز الثالث الوصول والتقدم هنا في هذه اللحظات من شعار بذويب سعيد او سهيل بن سعيد بذويب العامري الذي يتقدم في هذه اللحظات. وهناك ايضا القادم شعارك، شعارك يا بن منانة يتقدم في هذه اللحظات بانطلاقة جزاعة، هنا مكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير الاجتبي اللي ماخذ المركز الثالث، بينما المركز الرابع القادم هنا ناصي، ناصي ووصلكم الراشدي، تقدم الراشدي بانطلاقة ناصي خميس بن محمد بن سالم الراشدي. هكذا النتيجة والأسماء بدأت تتقدم، أهل الطلايب لاحقين والأمثال هنا في هذا المسار بقدوم هذه الشعارات بحضور هذه السلالات هنا المميزة دائما في أيضا سجلها الذهبي الذي قدمت هنا من سن الصغار. أرى الشعار الاقتصادي بدأ يتقدم في هذه اللحظات، يا سلام
يا سلام يا سلام على هذا التحدي المثير بقيادة من على الصدارة الأولى على مقدمة هذا الشوط، بقيادة مميزة على الصدارة في هذا الانطلاق الجميل. هذا هم شجي يتقدم هنا سلطان بن علي بن عمير الاكتبي هنا على الصدارة الأولى في هذه اللحظات. المركز الثاني شاهين مبارك بن محمد بن مبارك بن طماطم العفاري أهالي مصانع الجنوب على المركز الثاني. المركز الثالث وصل شعال المتحدي يقدم لنا منصف هنا على المركز الثالث في هذه اللحظات، ولكن تدخل هنا أيضا هذه الأسماء، وها هو شعال مكتوم بن سعيد بن منانة الاكتبي، وهناك أيضا ملهم محمد بن سعيد بن محمد النعيمي، واللي واصل ناصي خميس بن محمد بن سالم الراشدي، والقادم مطرب مسلم بن سالم بن حمد برميله العامري ياتي بدوره في هذا الانطلاق المميز. وهناك ايضا وصول وتقدم من شاهين حمدان بن سالم بن سليمان الدرعي هنا في هذا اللحظات في هذا المسار الجميل والتحدي المثير. الله يا سلام، اشتدت المعركة، اشتد النزاع هنا في هذه اللحظات. منصة الوهبة بانت يا اهل الجعدان الزعفران، يا اهل الجعدان ناموس الانتاج في جائزة زايد الكبرى. البداية وين؟ الصدارة وين؟ الكيلو متر الاخير قد اعذر من انذر، الكيلو متر الخطير والمثير هنا لدى هذه الانطلاقات. هذا هو الكيلو متر الاخير، امشجي على الصدارة مع المقدمة في هذه اللحظات. سلطان بن علي بن عمير الاكتبي يقدم لنا مشجي في هذا المسار الجميل والتحدي المثير والانطلاقات المميزة. ما ان شاء الله عصاف الابطان مشجي على صدارة هذا الشوط. بن منانه قادم على المركز الثاني، ولكن خلاص مع مشجي سلطان بن علي بن عمير الاكتبي يتقدم هنا في هذه اللحظات وله انجازات في التمهيديات هنا ايضا في عاصمة الميادين. مشكور يا الحبسي، مشكور على هذه المعلومة. هناك ايضا صاحب انجازات ونقاط في التمهيديات هنا في التمهيديات ياتي في جائزة زايد الكبرى لكي يعيد انجازه هنا. هذا هم شجي، سلام يا مشجي سلام. وهناك ايضا الناموس لابن عمير هنا على الصدارة هنا. سلام عليكم يا هالي التلة، يا هالي التلة هنا مع مشجي هنا في هذه اللحظات. عجمان هنا تهانينا والناموس على فوز مشجي في هذه اللحظات. المركز الثاني القادم هناك جزاع مكتوم بن سعيد بن منانة الاكتبي. المركز الثالث القادم هنا ايضا شاهين مبارك بن محمد بن مبارك والطماطم العفاري اللي احتل المركز الثالث. المركز الرابع هناك ايضا وصول من شعار سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري اللي احتل المركز الرابع. والمركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات وفي هذا المسار هنا أيضا من هذه الشعارات المتقدمة. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام أعود إلى التوقيت الزمني هنا. سلطان بن علي بن عمير الاكتبي سلامي عليك يا أيضا راعي مشجي، وسلاماتنا ذهبت إلى التلة. 9:06 من الثانية. سلام يتلة سلام هنا أيضا، ويسجل التوقيت الأفضل هنا أيضا في أول أشواط الإنتاج للجعدان في المهجنات الأصايل. المركز الثاني كان أيضا أعزائي المشاهدين متابعين الكرام كان من نصيب شعال بن منانة يتقدم مع جزاع مكتوم بن سعيد بن منانة بن غدير على اكتبي ب9:00 لحظات الوصول إلى خط النهاية. هنا أيضا معلن هذا الفوز والتحدي على مستوى المركز الثاني هنا أيضا في هذا المهرجان الغالي. لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية هنا أيضا ولحظات الإعادة 9:00.
هناك ايضا 9 دقائق 9 ثواني 7 اجزاء من الثانيه توقيتنا ايضا للمركز الثاني، بينما المركز الثالث وصول وتقدم. هناك ايضا حظر واهالي مصانع الجنوب هنا يتقدمون في هذه اللحظات على المركز الثالث مع شاهين مبارك بن محمد بن مبارك بن طماطم العفاري بتوقيت زمني 9 دقائق 12 ثانيه جزئين من الثانيه. فتهانينا.